السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من خلال متابعتي للمحتوى العربي وما يطرح حول فحص وبرمجة السيارات بالكمبيوتر، وجدت أن المشكلة الحقيقية لدى أغلب فني ومستخدمي السيارات تكمن في فهمهم لأكواد العطل، والبعض منهم يعتمد على الترجمة النصية لبرامج الترجمة. لذا قررت أن أطلق برنامج كود، والذي من خلاله سوف نشرح أكواد السيارات بطريقة سهلة ومبسطة لنساعد في إثراء المحتوى العربي قدر الإمكان. انتظرونا في الحلقة الأولى قريبا بإذن الله.